إثر سقوط الإمبراطورية الرومانية دخلت أوروبا مرحلة العصر الوسيط، وكانت في تلك الفترة مجزأة إلى إقطاعات تغرق في الجهل وعدم الاطلاع على الإنجازات العظيمة لشعوب العصور القديمة. أما علوم الحضارة الإغريقية وحضارة وادي الرافدين والحضارة المصرية والفارسية والهندية التي امتزجت فيما ندعوه اليوم بثقافة الهيلينية، فقد تم الحفاظ عليها في بيزنطة، ومن قبل ذلك في الإسكندرية وبرغامو وأنطاكيا. لقد نجحت مراكز المعرفة هذه قبل أفولها النهائي في نقل تراثها إلى مناطق أخرى وثقافات أخرى، وبتتابع القرون وتوالي الأحداث أخذت تصل إلى أوروبا لتحدث ثورة في الطب والرياضيات والفنون وفي الفكر عموما. وكان عصر النهضة يدنو، وقد سبقته مظاهر استعادة التراث الثقافي في كل من صقلية ونابولي وتراثونا وجيرونا وطليطلة. وقد اتصل العرب من خلال توسعهم في القرن السابع بالعديد من الثقافات كالهندية والفارسية، وبشكل خاص بالإمبراطورية البيزنطية التي من خلالها تمكنوا من الاتصال بالثقافة الكلاسيكية الإغريقية المحفوظة هناك. وهكذا فقد درسوا وترجموا الكلاسيكيين واستمروا في العمل البحثي للحضارة الهيلينية ليضيفوا نتاجات جديدة. وكان هذا الجهد الثقافي للإسلام قد وصل إلى شبه الجزيرة الإيبيرية في خواتم القرن الثامن من خلال السلالة الأموية. ثم حلت ممالك الطوائف محل الخلافة في قرطبة، وفي عام 1050 غدا طليطلة واحدا من المراكز الأكثر أهمية وحكم فيها الخليفة المأمون. إن ظاهرة الانتشار الثقافي التي تهدف إلى التطور البشري كان لها سوابق في الماضي، وهذا ما نستنتجه لو عدنا بالتاريخ إلى الوراء، بدءا بطليطلة مرورا بقرطبة وبغداد وصولا إلى الإمبراطورية البيزنطية، ومن هناك إلى المركز الثقافي بامتياز في العصر القديم ونعني به الإسكندرية. أما المتحف الذي شيد على غرار معابد وادي الرافدين والمعابد المصرية وكذلك على غرار الليسي وأكاديمية أثينا، فقد ضم أفضل علماء وشعراء وباحثي العالم المعروف آنذاك، إذ كانت الدولة تدعوهم ليعيشوا هناك حياة تخلو من الانشغالات المادية ليكرسوا أنفسهم للحوار والقراءة والبحث.